المرأة أفضل من كشفه. دقيقة دقيقة، ها؟ أدري أدري أدري، لا شك النقاب أفضل من كشف الوجه، والبوشية اللي هي الغطوة أفضل من النقاب، لكن نحن نتكلم أن كلما قربت المرأة من الستر كلما كان أفضل، قولا واحدا لأهل العلم أن كلما تسترت المرأة كلما كان أفضل، لم يختلف أهل العلم في ذلك، إلا إذا كان النقاب المتبرج الذي تفعله بعض النساء، يعني تكحل العين وتكبرها يعني يفتن أكثر من كشف الوجه. فالقصد أن تغطية الوجه بإجماع أهل العلم أفضل من كشفه، لكن دخل وقت الأذان، نسمع الأذان ثم نكمل الإجابة إن شاء الله. نسيته. بالنسبة للنقاب، قلنا النقاب أفضل من الحجاب قولا واحدا، النقاب الصحيح أفضل من الحجاب قولا واحدا، ولكن الخلاف بين أهل العلم هل يجب النقاب أو يجوز كشف الوجه، هذا الخلاف الذي بين أهل العلم. وهذه المسألة حقيقة أنا متوقف فيها، يعني ما أستطيع أن أفتي فيها حقيقة، متوقف، وإن كنت أنا أدعو أهلي إلى هذا الغطاء، غطاء الوجه، لكني لا أفتي بتحريم كشف الوجه ولا أفتي بجواز كشفه، متوقف في هذه، والعلم عند الله جل وعلا، لكن لا شك أن النقاب والغطاء أفضل. أما المتنقبة أو المتغطية وتكشف وجهها في السفر لا يجوز لها ذلك، إلا إذا سافرت للضرورة، يعني للعلاج مثلا لا يوجد إلا في هذه البلاد، أما تذهب سياحة وتكشف وجهها هناك هذه كانت تناقض نفسها، يعني تكشف وجهها الأجانب ولا تكشف وجهها هنا، يعني ستعيش باضطراب، وهذا غير صحيح أبدا. وإذا كانت حريصة على الذهاب إلى أوروبا، بعض بلاد أوروبا ما تأمر بكشف الوجه، يعني الذي يعرفه بلجيكا وفرنسا هي اللي تتشدد في هذا، لكن باقي بلاد أوروبا لا تتشدد في هذا، لا ترى في تغطية الوجه بأسا، يعني الإنسان لا يذهب إلى هذه البلاد، مو لازم أروح إلى هذه البلاد حقيقة، فأكشف وجهي لمجرد والله السياحة، الحمد لله السياحة في كثير من البلاد، فلا يجوز المرأة المتغطية متسترة بهذا غطاء الوجه سواء بالنقاب أو الغطوة أن تكشف وجهها لمجرد أنها ذاهبة للسياحة في هذه البلاد، إلا إذا كانت ذاهبة للعلاج في هذه البلاد وتؤمر بكشف الوجه هناك، يعني قدر ما تسوي، لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت تلبس هذا الكمام، تسوي نفسها يعني نخرج الكمام، ما يقولون شيء بالكمام، وهذا الله المستعان، هذه مصائب السفر إلى بلاد الكفر.